البروبلم ست اللي هو رقم 3 متباينة عادية، كلها حلها وأرسمها وأمثلها على خط الأعداد وأرسمها وأمثلها على شكل أقواس بسيطة. طبعا هنا عندي هنا إكس ناقص 7 أقل من 2 إكس ناقص 5، فأحول الإكسات في طرف وأخلي الأعداد في طرف. طيب 2 إكس، الإكس هذه تروح الطرف الثاني مع تغيير الإشارة فتصير ناقص إكس، وأنا عندي هنا سالب 7 زي ما هي، وسالب 5 كانت في الطرف اليمين راحت الطرف اليسار مع تغيير الإشارة صارت موجب 5. الآن أجمع جمع عادي، سالب 7 زائد 5 حيكون الفرق سالب 2 أقل من 2 إكس ناقص إكس، يبقى عندي 1 إكس. إذا الإكس أكبر من سالب 2، أقدر أكتبها هذه بالشكل التالي برضو، الإكس أكبر من سالب 2، أقدر أكتبها الإكس تنتمي إلى سالب 2 للموجب ما لا نهاية، ومثل على خط الأعداد كالتالي، هذه سالب 2 ورايحة للموجب ما لا نهاية. هذا هو جواب سؤال 3.